مرحبا بكم أصدقائي المشاهدين متابعي اللاعب 12 والشرقية. بالتأكيد موعدنا يجدد اليوم وياكم بحلقة جديدة ومتابعات مهمة بحلقة اليوم نبديها بعد فاصل قصير. أتمنى ظلوا ويانا يعني. اليوم حلقة اليوم مليئة بالمتابعات وبالأخبار. بالتأكيد المتابعة الأبرز الزوراء وما يحدث للزوراء من ترجح تراجع بالنتائج، وأيضا الخبر الأبرز اللي ورد قبل قليل من إدارة نادي الزوراء بخصوص إبلاغ اتحاد الكرة رسميا تأجيل مباراة نادي الزوراء والنجف الخميس الجاي إلى إشعار آخر لمنح الفرصة للزوراء للتحضير أكثر لمواجهة الرابعة بدوري أبطال آسيا أمام فريق نادي النصر السعودي اللي راح تقام في كربلاء في مطلع الأسبوع الجاي، منتصف الأسبوع مو هذا اللي يعني مطلع الأسبوع الجاي. وحديث مع الكابتن عامر عبد الوهاب مدرب حراس مرمى فريق نادي الزوراء اللي ما تعرض إلى يوم أمس الكابتن القدير الحارس الشجاع جلال حسن من يعني ما نريد نقول كلمة صعبة، لكن ما تعرض إلى الكابتن جلال حسن من أمور اعتبرت إساءة للاعب قدم الكثير لمنتخباتنا الوطنية ولأنديتنا. تقريع الدوري الممتاز، متابعة لنتائج الدوري الممتاز العراقي، أيضا حديث عن ما حدث في مباراة النجف ونفط الوسط، احتساب ركلة الجزاء، عقوبة الحكم المساعد مصطفى محمد وتغليظ هذه العقوبة من قبل اتحاد الكرة من 4 مباريات إلى الإيقاف إلى نهاية الموسم. حديث مهم للسيد عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم لوسائل الإعلام وتحديدا للشرقية وللاعب 12، والحديث عن مباراة أيضا القوة الجوية والزوراء. كل هذه الأمور راح نتابعها بحلقة اليوم. خلينا أولا نبدأ بتقرير عن نادي الزوراء وهذه المتابعة مع زيد السراج. لا زال الزوراء يحلق مضطربا وعدم الاستقرار ملازما له في الأيام الأخيرة. محليا لم تكن النتائج أبدا بمستوى الطموح، فبعد التعادل أمام الحدود مني بهزيمة غير متوقعة من أمانة بغداد. آسيويا لم يكن الحال جيدا أبدا، فمباراته الأخيرة أمام النصر السعودي عرفت خسارة ثقيلة للزعيم ب4 أهداف لهدف. وبعيدا عن النتائج قريبا من الوضع العام، يتهم النادي اتحاد الكرة بتعمد التقصير معه في عدة أمور، في حين يشن البعض حملاته ضد لاعبيه ومنهم الحارس جلال حسن والذي طاله الانتقاد الساخر، مما دفع النادي والجماهير للوقوف معه. وما بين الواقع والطموح يحتاج الزوراء إلى الثبات على الانتصارات لكي يكون مقنعاً بشكل كبير. من بغداد للاعب 12 زيد السراج. إذن الزوراء بالتأكيد يعني يوم أمس خسارة أمام فريق أمانة بغداد، وهذا الفريق يعني يعاني من سوء نتائج بالدوري المحلي، وأيضا يبدو أن الخسارة أمام فريق النصر أيضا أثرت. لكن يعني الحديث الأبرز من يوم أمس إلى اليوم هو ما تعرض إلى الحارس الكبير جلال حسن اللي هو أحد أبناء العراق، واحد من الحراس المهمين بمنتخباتنا الوطنية. ويوم أمس شاهدنا كل الإعلام الرياضي يقف إلى جانب هذا الحارس في رد جميل حقيقة لحارس المرمى جلال حسن، حتى أكثر نتقرب من الصورة ونعرف الوضع بشكل أفضل. خلينا نرحب بحرارة بالمدرب الحراس الحارس القدير السابق الكابتن عامر عبد الوهاب مدرب حراس مرمى نادي الزوراء. كابتن بداية مرحبا بك باللاعب 12 وبالشرقية، أنا سعيد جدا بتشريفك لنا وتواجدك ويانا اليوم. لكن خليني أسألك السؤال يعني الأحدث على الساحة، كفريق نادي الزوراء تلقيتوا من الإدارة تبليغ رسمي بتأجيل مباراتكم أمام النجف كابتن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بك سازيان، واني بصراحه اسعد واشوق لان صار فتره ما سامع صوتك ولا بسمعك. فرصه طيبه انه نلتقي انا وياك وقناتكم الموقره. بالنسبه للموضوع مباراه النجف، قبل تقريبا 10 دقائق يعني عرفنا الخبر انه صار التاجيل رسمي. نعم، واعتقد هذه مبادره جيده من الاتحاد. كنا نتمنى ايضا قبل المباراه الاولى انه يكون مراعاه لنادي الزهراء. تعرف انه احنا يعني بصراحه بهاي الفتره جدا مضغوطين، مباريات كثيره، وتعرف اللاعب العراقي مو مثل اللاعب الاجنبي، ممكن يعني متعود على هذه الاجواء انه يلعب خلال فتره مثل 10 ايام 6 مباريات، هاي صعبه علينا يعني. نعم، نكون واقعيين انه احنا من الصعوبه انه تلعب بس مباريات عاليه المستوى بفتره قليله. فالحمد لله انه ان شاء الله يجب ان نعد العده للمباراه الجايه ان شاء الله، نظهر بصوره طيبه، نعكس المستوى اللي قدمناه في مباراه الوصل. وتعرف هذه فرصه طيبه انه هذه المباراه لو انحسمت ان شاء الله راح تكون فرصه كبيره للتاهل الدور الثاني. طيب كابتن، اليوم الكل يتساءل، يعني اكيد حضرتك مدرب بالفريق وقريب من الامور الفنيه، يتساءل عن الاجواء اليوم بالنادي، عن محاولتكم انتم كجهاز فني. يعني احنا كلمنا صباح الكابتن حكيم شاكر والان مع حضرتك على الهواء، يعني وضعيه الفريق الان مع تذبذب بالنتائج المحليه، خلينا نقول مع هذه الخساره الرباعيه، شلون الاجواء اليوم بالنادي بكل تجرد وبكل حقيقه حتى نوصل صوره للناس انه الزوراء اليوم لازم يقوم من هذه الكبوه اللي هو بيها؟ والله نشوف يعني بصراحة احنا يعني تعرف احنا جينا يعني في وقت قريب للفريق. نعم، الفريق يعني للأمانة نادي الزوراء نادي كبير ولازم اللاعب اللي يلعب نادي الزوراء يعرف قيمة نادي الزوراء. احنا من بعد مباراة الوصل، نعم، وكأنه يعني البعض انه الموضوع انحسم انه احنا أبطال آسيا وليس مباراة واحدة يعني. تمام، البعض انه بدأ يتعالى يعني على أسف من بعض انه من داخل اللاعبين يعني عندنا بعض اللاعبين للامانه يعني تعرف خبرتهم قليله، ممكن الاعلام الجمهور شويه زاد بالتفاؤل مع انه هي هذه كانت مباراه واحده يعني انت بعدك كنت الخطوه الاولى. صحيح، فالجهاز الفني بقياده الكابتن حكيم صدقني والله العظيم يعني من الصبح لليل احنا نسعى لخلق اجواء جيده، نسعى لخلق توليفه جيده، تشكيله جيده تناسب كل المباريات. تعرف لازم هناك يكون تدوير بين اللاعبين، عندك مباريات قريبه فتره قصيره. تعرف انت المشكله انه دائما اي مدرب يجي اللي ما هو مختار اللاعبين اكيد راح يكون هناك خلل بالمراكز. تعرف هي قناعات بين مدرب واخر، يعني مع الاعتزاز الكابتن ايوب كابتن كبير، تعرف هو عنده اختيارات، يمكن كابتن حكيم عنده قناعات باللاعبين الثانيين. تعرف أكيد هذا الشيء مو سهل. أكيد، بس احنا قبلنا التحدي يعني وعرفنا انه في عندنا خلل في بعض المراكز. يعني كابتن حكيم اول ما اجى شخص هذا الموضوع، عندنا خلل في بعض المراكز، ولكن انت تعمل بالموجود، تحاول انه تظهر بصوره جيده في هذا الموسم. عندنا يعني في مباريات جيده، في مباريات مهمه، عندنا بطوله الكاس، تعرف الدوري بالامانه يعني الدوري ممكن شويه بعيد عن الزوراء هذا الموسم، خاصه بعد انه يمكن تالق نادي الشرطه بالفتره الاخيره وحاجه جيده وبعد تمسك بالصداره. فعندنا بطوله الكاس وعندنا البطوله الاسيويه. الاجواء شوف تعتمد هي الحاله النفسيه. احنا هذا دورنا كسادر تدريبي كجهاز فني، لازم نعود اللاعبين على انه هذه كره القدم، يجب انه انت تخرج من الكبوه اذا صارت عندك. الامس كانت عندنا خساره مع نادي امانه بغداد بصراحه، خاصه في بدايه المباراه ما كنا نستحقها يعني اكثر من فرصه. امانه بغداد فريق مجتهد، يلعب واقعيه، يلعب حسب امكانيته، قدر يخطف المباراه من عندنا، واقول لهم مبروك، ويعني هذا حق مشروع. أكيد، ولكن علينا انه نعد العده للمباراه الجايه، عندنا مباراه جدا مهمه مع نادي الاجواء مهيئه، نفسيه اللاعبين يعني نعرف الكابتن حكيم شاكر وايضا يعني حضرتك كمدرب حراس مرمى والجهاز الفني وياك، يعني من المدربين اللي يعملون على الجانب النفسي بشكل كبير. وكلنا نعرف يعني الحارس جلال حسن باول مباراه له بدوري ابطال اسيا امام ذوب اهن كان بوضع نفسي ممتاز، اثر على وضع الفني وهو اللي قاد الزوراء الى نقطه مهمه بدايه المشوار. وايضا الكابتن حكيم شاكر من المدربين المعروفين بتعامل النفسي مع اللاعبين، وبالتالي اليوم يمكن الزوراء بعد هذه الكبوة النفسية اللي أدت للكبوة الفنية نحتاج إلى الوضع النفسي بشكل كبير. اللاعبين الزوراء جاهزين لهذا النهوض أو الثورة النفسية كابتن؟ لا طبعا طبعا طبعا، هم يعني يمكن المحظوظين اللاعبين عندهم جهاز فني، يعني تعرف الكابتن حكيم شاكر الكل يعرفه، رجل متمرس، رجل خبير، صار سنين يعرف مجال التدريب، يعرف كيف يخرج اللاعبين من الضغوطات، يعرف كيف يخرجهم من بعد الخساره.
بس لازم ايضا اللاعبين يتعاونون معاه. يعني تعرف انت الوحده اللي يد الوحده لا تصفق، يعني تعرف انه انت وحدك ما تقدر تسوي شيء، لازم يكون تعاون من اللاعبين، اللاعبين لازم يساعدونا بالخروج من هذه الازمه. تعرف احنا جمهورنا ما يتحمل الخساره ولا يتحمل الكبوات، وهذا حق مشروع، هذا نادي الدوره، نادي بطولات، نادي متعود دائما على الفرحه على الانتصارات. فتبقى هنا مسانده اللاعبين. وايضا بالنسبه لموضوع الكابتن جلال، كابتن جلال للامانه يعني احنا كل ما نحاول يعني نرجع وضعه تجي ازمه جديده من البعض، اللي بعض الناس اللي اعتقد ان هم متقصدين انه الاساءه لهذا الحارس الكبير الخلوق قبل ما يكون لاعب انسان خلوق. ليش عندهم ويا جلال؟ ليش متقصدين جلال؟ احنا نوقف وياه هذا، اكيد احنا واقفين وياه كابتن الحارس جلال حسين، من الحراس الرائعين ومن الاشخاص الاروع بعد، ويمتلك من الخلق ويمتلك من الأخلاق اللي ما تلقاها عند الغير، وحارس ملتزم ومنضبط ويقدم كل اللي يقدر عليه، وبالتالي واجبنا احنا نوقف يم لاعب لعب لمنتخباتنا الوطنية وقدم لمنتخباتنا الوطنية هواية. لكن شمعنا جلال؟ ليش جلال؟ يعني لين هو الحارس الأساسي؟ لين هو يعني يصيد أو يمكن يتعرض لهذه النتائج؟ أنت تقول أكو تعمد، أكو أشبه بالمؤامرة على جلال. والله يا اخ زيان قسما بالله انا اللي شفته، وتعرف انا صريح بهذه الامور. نعم. جاي اشوف موضوع الناديويه جاي يدخل بالنسبه للمنتخبات، يعني نحب الحارس لانه هو مثلا يلعب بالنادي الفلاني. يا اخي انتم هذا حارس يمثل العراق، انا يعني مع احترامي للكل انا ما يعني اجمع الكل، ولكن البعض يعني مبين هناك حمله تسقيطيه لهذا الحارس. يعني اول ما اجيت النادي خاصة بعد مباراة أرسلك سؤال، يعني ايش هو شنو الخطأ الكارثي اللي سواه جلال حتى الناس هذه كلها تتكلم على جلال وجلال نزل مستوى؟ اكو حارس بالعالم مثل علي الدور؟ اكو حارس بالعالم ما يخطئ؟ والحمد لله والشكر يعني حتى ببطولة آسيا، بطولة آسيا يمكن الهدف اللي صار هدف قطر من فاول، وفاول يعني ضربات الثابتة تعرف تدخل على أي حارس، وحراس يمكن عندهم خبرة وعندهم مستوى أكثر من جلال تصير عليهم هذه الأهداف. هنا بالعكس احنا لازم ندعمه، لازم نسانده، والولد رجع بعد ما رجينا احنا نفسيا عدينا، والولد الامانه الحارس ممتاز، حارس يحتاج بس دعم الجمهور. يعني شو شلون متعامل يعني جلال؟ احنا حاولنا نوصل له لكن يعني الاداره يعني رفضت انه يكون جلال مويانا اليوم متواجد، ويعني حضرتك بالتاكيد ممكن راح تدافع عنه وترد عنه احسن ما هو يدافع عن نفسه، لكن تعامل جلال مع اللي صار البارحه شلون كان؟ بالعكس هو رد عليهم البارحه، واحد من يمكن اللاعبين البارزين، يعني البارحه هو سوى حاله بالمباراه بس الحراس الكبار يسووها، يمكن رد خلال اقل من 20 ثانيه او 15 ثانيه. الثلاث كرات من اصعب الكرات، يعني بس الحراس الكبار يسووها، يمكن لو حارس ثاني كان هسه نزلت على اليوتيوب والمواقع. جلال مشكلته ما يعني ما يسوق نفسه، ما يسوق نفسه مثل بعض الحراس او بعض اللاعبين اللي دائما تشوفهم من شغله بسيطه يسويها تشوفه هو دائما ينزلها على اليوتيوب وخلي الفيسبوك يكتب عنه. الولد بعيد عن هذه الامور، هو يقول لك انا خال عين بعين رب العالمين وانتهت، يعني مركز هذا الولد اللي مركز على شغله، يعني يكون عليه هالحمله هذه. هذا والشيء الاخير اللي صار يعني مع هذا المذيع مع الاسف اللي اكثر ما اقول عنه انه هو طلب يعني يشتهر على براس جلال. بعض يعني بعض الناس يحاولون يشتهرون على حساب المشاهير، على حساب الناس الخلوقين. صحيح. يعني منو انت حتى انت تقدر تنكل بجلال او تنتقص من عنده؟ منو انت يعني منو انت؟ انت شنو بالنسبه لجلال؟ انت تطلع بالشارع منو يعرفك؟ يعني مع الاسف اذا فيك تشتهر على حساب جلال فاحنا نوقفك نتحدث. لا انت ولا اكثر من عندك تقدر، يعني مو بس جلال، انا بالنسبه لي حتى قلت اي حارس او اي لاعب يصير بنفس موقف جلال قسما بالله انا اول واحد اصير جنبه واوقف وياه، لان يعني هذول كلهم يمثلون العراق، يمثلون الوطن، احنا ما نقبل اي واحد ينتقص من عندك، على اي اساس ينتقص؟ فهذا جاي نعاني منه يا اخ زيان، احنا جاي نعاني لانه هذا حارس منتخب، احنا نريد نعيد وضعه وتجي حمله ثانيه، تجي تريد تعيد وضعه وتجي حمله ثانيه، يعني مهما يكون هذا بشر ترى له طاقه ولا قدره تحمل مهما يكون يعني. اكيد. اللي ارجو من خلال برنامجكم، وانا يعني اشكرك جدا انه فسحت المجال انه واحد يتكلم عن بالعكس كابتن موضوع جلال. يا اخوان اوقفوا ويا هذا الانسان، اوقفوا ويا هذا الحارس، ترى اذا تسقيطه مو بصالحكم. احنا حتى الحراس اللي حاليا اللي موجودين للمنتخبات حراس معدودين، يعني معدودين على الاصابع، يحتاج لنا وقت حتى نعد حراس ثانيين ومكان جلال ومكان محمد حميد، يعني يحتاج لنا وقت، مو مثل قبل عندك اكثر من حارس. بجيلنا تتذكر انت يعني كم حارس كان مؤهل انه يلعب وما اخذ فرصه لانه كان عندك اكثر من اختيارات. الان الاختيارات قليله يا اخي، خلينا ندعم هذا الحارس، عندنا استحقاقات، عندنا بطولات جايه، هذا اللي اتمناه. ونفس الشيء لما يمثل الزوراء بالبطوله الاسيويه، ترى هو يمثل العراق، وانا يمثل الزوراء، الناس كلها تقول هذا الزوراء العراقي، احنا صح ولا لا؟ صحيح كابتن، احنا كلنا ندعم جلال،
لأن جلال إذا لعب 100 مباراة دولية وإذا لعب مباراة دولية واحدة كابتن إذا تسمعني جلال كلنا ندعمه وكلنا نوقف وياه لأن جلال إذا لعب 100 مباراة دولية أو لعب مباراة دولية واحدة فهو لعب باسم العراق وإذا عنده مشاركة واحدة مع الزوراء أو 10 مشاركات مع الزوراء أو غير الزوراء فهو لاعب باسم العراق هذه النادوية الضيقة أكيد راح نقضي عليها أكيد راح تنتهي إن شاء الله وجلال جلال حارس كبير جلال حارس مهم إنسان رائع إنسان خلوق جدا ومحترم جدا وبالتالي يمكن البارحة ردة الفعل لكل الإعلام الرصين اللي وقف مع جلال حسن هذا أقل واجب نوقفه مع جلال ومع أي والله يا أستاذ أنا يعني أقطع كلامك بخير أحب أشكرك وأشكر الإعلاميين والرياضيين كلهم اللي كانت وقفة بالله مشرفة جدا يعني يعني وقفة ما تنسي من الناس اللي بصراحة كانت ردة فعل سريعة وما قبلوا على هذا التصرف أشكرهم من خلال برنامجكم الرائع أشكرهم كلهم الإعلاميين والرياضيين الله يوفقكم كابتن إن شاء الله وكل الأمنيات للزوراء بالتوفيق بمشواره الآسيوي إن شاء الله كل الشكر الجزيل للكابتن عامر عبد الوهاب مدرب حراس المرمى لفريق نادي الزوراء اللي يعني تحدث عن موضوع مهم خلينا نحكي بأهم حدثين هو رسمية تأجيل مباراة الزوراء والنجف حتى أشعار آخر لإتاحة الفرصة للزوراء للتحضير لمباراة دوري أبطال آسيا وأيضا موضوع جلال حسن يعني خلص يكفي من المعيب أنه نستغل هذه الأمور لتسقيط الناس تسقيط اللاعبين تسقيط كل الناس اللي هم أصحاب عمل ومهنة بها خدمة الصالح العام اليوم جلال حسن بالتحديد حارس قدم اللي عليه سوى اللي عليه لا تتصورون أكو مدرب يريد يخسر ولا أكو مهاجم يريد يضيع فرصة ولا أكو حارس مرمى يرضى جول واحد يدخل بمرمى لو هو غالب 10 ولا تصورون انه حارس مرمى اكو يقبل انه يخطا خطا واحد يكلف فريقه تعب اللاعبين وتعب المدرب وضغطهم وانفعالاتهم ولا يخلي الجمهور ينقهر ايش حال اذا كان هذا الجمهور جمهور العراق لما يلعب جلال باسم العراق او لما يلعب بالزوراء باسم العراق كل حراس المرمى اليوم احنا فهالطالب تعرض لعقوبه وقفنا وياه وساندناه ودعمناه على اللي نقدر عليه جلال حسن تعرض لهذا الأمر كلنا نوقف وياه ونسانده ونوقف وياه وأي لاعب آخر بأي مركز بأي مدرب يتعرض لمثل هيك مواقف بالتأكيد إحنا ما نرضى عليها لأن هذا اللاعب مهما يكون هو أخونا وصديقنا ولاعبنا ويمكن من الآلاف اللي يمكن ينتقدون أو المئات اللي ينتقدون جلال وغير جلال لو يشوفه بالشارع يوقف يطق صورة وياه ويسلم عليه ويقول له تحسن حارس مرمى ويبوسه 20 بوسة فخلينا هاي ازدواجية الشخصية نحاول انه نتركها ونخدم ابناء وطننا وابناء بلدنا الدوري العراقي الممتاز يبدو انه يسير باتجاه اللون الاخضر وباتجاه نادي الشرطة اللي يقدم مع مدربه نيبوتشا ولاعبي مستويات كبيرة ورائعة ويغرد خارج السرب مثل ما يقولون تقرير يوضح لنا الصورة الأسبوع 22 من الدوري العراقي الممتاز كان أسبوع التعادلات بامتياز فست مواجهات منها عرفت طريق التعادل فيما حقق الشرطة الفوز على النفط بهدف نظيف وبذات النتيجة تغلب الأمانة على الزوراء وفاز الكرخ على السماوة بهدفين لهدف وتغلب الحسين على الكهرباء بثلاثة أهداف لهدفين تمسك القيثارة الخضراء بصدارة الدوري أصبح أمراً واقعاً بعد أن جمعت 54 نقطة فيما يقف الصقور في المركز الثاني وبفارق 9 نقاط عن المتصدر ومن ثم الكرخ ثالثاً والزوراء في المركز الرابع وبعده الفرق النفطية تباعاً خامساً يقف نفط ميسان وبعده النفط ونفط الوسط ومن ثم الطلبة ونفط الجنوب أربيل في المركز العاشر بعده النجف والأمانة والحدود والميناء والكهرباء فيما تصارع الفرق الخمسة الأخيرة أملاً بتفادي الهبوط فيقف الصناعات في المركز السادس عشر يأتي بعده الديوانية ومن ثم السماوة والحسين والبحري يقبع أخيراً في جدول الترتيب
زيد السراج للاعب 12. ونتابع الآن ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز بعد نهاية المرحلة 22. الشرطة بالصدارة وحيداً، فاز ب 16 مباراة، تعادل ب 6 ولم يتلقى الخسارة إلى حد الآن. تحية للاعبي الشرطة، مدرب الشرطة وإدارتهم طبعاً. ب 54 نقطة المركز الثاني، 45 نقطة للقوة الجوية بفارق مباراة واحدة. الكرخ المتألق الرائع المميز ب 22 مباراة، 12 فوز 6 تعادل 4 خسارات و 42 نقطة. الزوراء 21 مباراة ب 10 فوز 8 تعادل و 3 خسارة و 38 نقطة. بالمركز الخامس نفط ميسان أيضا بتألق مميز ب 35 نقطة. طبعا نفط الوسط، الطلبة، نفط الجنوب، أربيل، النجف، كلها فرق تعاني يعني في المنطقة الدافئة بوسط القائمة. البحري والحسين عندهم 16 ب 17 نقطة. السماوة ب 19 نقطة بالمراكز 20 و 19 و 18. الديوانية المتألق جدا بالفترة الأخيرة مع الكابتن رزاق فرحان ب 20 نقطة، والصناعات الكهربائية 21 نقطة. هذا هو ترتيب الدوري العراقي بأول خمس مراكز وبآخر خمس مراكز. يوم أمس كانوا ويانا السيد وليد الزيدي أمين سر الهيئة الإدارية نادي القوة الجوية، وتحدث عن أمر بغاية الأهمية، موضوع الشكوى على اتحاد كرة القدم. قدموا بشكوى رسمية، هذه الشكوى مفادها أنه مسألة اشتراك الكابتن وسام سعدون والكابتن أحمد دحام المعاقبين في هذه المباراة واشتراكهم بمؤتمر صحفي. ونادي نفط ميسان يقول لك احنا ما تلقينا أي كتاب رسمي بخصوص العقوبة، وبالتالي العقوبات لا تبلغ بالتلفون وإنما تبلغ بكتب رسمية. تقرير لسيد السراج وضح لنا الصورة. وأيضا موضوع آخر متعلق اليوم بتغليظ عقوبة الحكم المساعد لمباراة النجف ونفط الوسط الكابتن السيد مصطفى محمد بالإيقاف والحرمان من التحكيم لنهاية الموسم، بعد أن كانت توصيات لجنة الحكام بالمعاقبة لأربعة مباريات. نتابع التقرير. لا زالت بعض الأندية تتهم اتحاد الكرة بعدم تعامله مع الجميع بحيادية تامة، فإدارة القوة الجوية اتهمت لجنة الانضباط وبكل صراحة بالتعامل بطريقة مناطقية من أجل إرضاء اتحاد الكرة وعدم تطبيق جميع العقوبات كما حصل مع مدرب وقائد نفط ميسان، كما أكدت أن قراراتها تتخذ عبر الهاتف ولا توجد كتب رسمية تسلم إلى الأندية، فيما رفضت لجنة الانضباط الخروج إلى الإعلام والرد على هذا الكلام لأسباب مجهولة. الأخطاء التحكيمية القاتلة كانت جزءاً من الأحداث المهمة خلال هذه الأيام بعد ضربة جزاء غير صحيحة احتسبت على النجف، مما دفع اتحاد الكرة إلى تغليظ عقوبة الحكم المساعد من أربع مباريات إلى نهاية الموسم. وكلما سارت عجلة الدوري إلى الأمام كثرت الأخطاء والاعتراضات على مختلف القرارات واللجان. إلى أن نصل للدكتور صباح قاسم رئيس لجنة الحكام الحديث عن موضوع تغليظ العقوبة بحق الحكم المساعد مصطفى محمد، اللي حاولنا أنه نصل إلى ونصل إلى حكم المباراة الحكم الوسط اللي يعني أكد لنا أنه هم يخافون أو ممنوعين من التصريح لوسائل الإعلام بأمر من لجنة الحكام على خلفية الأحداث اللي صارت. وبالتأكيد يعني مسألة تغليظ العقوبة أمر راجع لاتحاد كرة القدم، والتوصيات تجيهم من لجنة الحكام، وبالتالي هذا الأمر يعود لاتحاد كرة القدم. لكن المسألة
المهمة اللي رد نحكي بيها إلى متى إحنا التلفون هو اللي يحدد من يسمع القرارات ومن يصدر القرارات. بمعنى كل قراراتنا إلى اليوم وإدارة نادي الجوية محقة عفواً كلها تصدر بالتلفون. اليوم رئيس نادي يخابر ويأجل مباراة بالتلفون. اليوم لجنة انضباط تغير قرارها بالتلفون. اليوم عقوبة تعلن بالتلفون. وين أكو هيك شيء بالعالم؟ وين أكو اتصالات تلفونية هي اللي تحسم الأمر؟ غير أكو كتب رسمية، غير أكو إيميلات. البعض من أعضاء الاتحاد يسمعونه أكيد يقولون والله فيان يحكي بكيفه، هو منو يعرف يفتح إيميل؟ زين يصير أعضاء اتحاد كرة قدم إلى اليوم ما يعرف يفتح إيميل حتى يدز من عنده إيميل. لأن معيب نقول جيبوا لكم واحد يفتح إيميل ويدز لكم إيميلات. يعني أنا متأكد اتحاد كرة القدم غالبية أعضاء، حتى نأخذها حجة لا يزعلوا من عندنا، غالبية أعضاء ما يعرف يستخدم إيميل وما يعرف شنو الجيميل ولا يعرف شنو الياهو، وبالتالي التبليغات كلها تصير بالتبليغ الشفوي. طيب خلينا نذهب مباشرة إلى دكتور صباح قاسم رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة. دكتور مرحبا بك باللاعب 12 وبالشرقية. دكتور، تغليظ عقوبة الحكم مصطفى محمد إجراء قانوني لاتحاد كرة القدم أم لا؟ السلام عليكم، مساء الخير. عليكم السلام دكتور. المشاهدين الكرام، أخي زيان تحياتي لك. صراحة قرار إيقاف الحكم تم بالاتفاق مع أعضاء لجنة الحكام، وإحنا مثل ما تعرف إحنا كلجنة حكام منع العقوبة. أي تمام. لكن إحنا تواصلنا مع الاتحاد مع الأخوة لجنة تابعة لاتحاد كرة القدم، وقراراتنا هي مو منزلة وإنما الصادق عليها أعضاء الاتحاد كرة القدم. فإحنا كلجنة حكام قررنا إيقاف الحكم من خلال متابعتنا للحالة وتشخيصها وبالاتفاق مع آراء الجميع. طيب دكتور، اليوم يعني كلام حضرتك الجواب قادني لسؤال. علنية العقوبة، يعني إعلان العقوبة بهذا الشكل، يعني ما المفروض يكون أكو صيغة للتعامل مع الاتحاد؟ اتحاد يريد يغلظ العقوبة، يبقى هذا تبقى العقوبة ما تعلن، ما تصل لوسائل الإعلام، لأن اليوم عقوبة بالحرمان لنهاية الموسم معناها هذه العقوبة راح تنتقل، يعني تتوارث مع مصطفى محمد إلى يمكن سنوات طويلة. كابتن، احنا العقوبة تم الإيقاف لكن لم نحدد زمن عدد الأدوار للحكم. احنا كلجنة حكام مثل ما تعرف انا ذكرت انه انا ما اعرف اول مرة اعلن او عبر وسائل الإعلام انه تم إيقاف الحكم. احنا المفروض ما نعلن حال 30 حكم احنا تم ايقافهم، ما اخذنا يدي لا اعلام ولا اي شخص. لكن هذه الحاله تعرف صار بالشارع الرياضي، امتصينا غضب الجماهير وغضب الناس، لكن يعز علينا احنا نحاسب حكم عندنا تعبان الى وزنه والى شخصيته. العقوبه وارده كابتن، انت السيد العارف نعرف من عندنا العقوبة واردة. خيرة حكام أوروبا يتعاقبون ويعني تعلن عقوباتهم، لكن يعني إحنا حساسية الموقف بالنسبة لنا راح تأثر. يعني أنا متأكد بعد مصطفى محمد بعد منا أنا الفد 5 سنوات ما تخلوا على لعبة النجف. نعم كابتن، تعرف هي مو عقوبة وإنما إيقاف. الإيقاف يختلف عن العقوبة. تمام صحيح. الإيقاف يعني يراجع نفس الحكام، والكثير انا من الناس تم ايقافي في بعض الاحيان، وكل الحكام الدوليين وكل الحكام الدرجه الاولى. صحيح. اذا كان هناك خطا في مباراه معينه يراجع الحكم نفسه ايقافه ويراجع نفسه. ترى بالمناسبه لا يقبل لا الاتحاد الدولي ولا الاتحاد الاسيوي اعلان عقوبه الحكم، والدليل في بطوله امم اسيا الدور الاول هناك اخطاء من الحكام تم ايقافهم لكن ما عنوا. تمام. رجعوهم بالدور الثاني ولا عنوا انه هناك حكم معاقب او تم ايقافه. طيب.
طيب دكتور، يعني اكو مساله مهمه اكيد ايضا انتم تعانون منها، يمكن هي الحديث عن مساله التعامل بالتلفون مع التبليغات والقرارات. يعني ايش وقت نبطل احنا من هذا الموضوع؟ ايش وقت انت اليوم رئيس لجنه الحكام تبلغ بالعقوبه بالتلفون؟ ليش ماكو كتاب رسمي؟ ليش ماكو ايميل؟ يعني اليوم انت تقدر بعد اربع مباريات من الايقاف للحكم مصطفى محمد ترجع تخليه يحكم عادي، ما دام انت ما عندك اي تبليغ رسمي سواء ايميل او كتاب بالايقاف. نعم. كابتن، هو هذا الخطا، انه التعامل صار مثل ما تعرف انه اعضاء لجنه الحكام قسم من عندهم محافظات، فلازم التواصل يكون والقرار موحد. فاحنا بعد نهايه المباراه تعرف اكو اجراءات سريعه، الحاله صارت اجراءات سريعه، ومباراه اخرى اجراءات سريعه، بالاتفاق مع الحكام ولجنه الحكام تم الاتفاق، لكن هو بالتاكيد ثاني يوم احنا نرفع كتاب وتوصيه الى الاتحاد كره القدم، لازم اكو كتاب رسمي يثبت احنا قررنا ايقاف الحكم كذا. تمام. حتى يصادح من قبل الاتحاد. زين، انتم كلجنه حكام طالبوا الاتحاد، طالبوا مجلس اداره الاتحاد، يابا منا وصاعده صاعد بالبرنامج بالعمل المختص بلجنه الحكام، بلغونا به رسميا، بلغونا بالعقوبات يا ايميل يا كتاب رسمي. نعم نعم، ان شاء الله ان شاء الله. كل الشكر الجزيل لك الدكتور صباح قاسم رئيس لجنه الحكام على حضورك والدقائق اللي كنت متواجد بها ويانا، وممنونين منك على تواصلك وتواجدك، امور هوايه مهمه. لجنه الانضباط هاربين من الاعلام كالعاده، اتصلنا بهم هوايه وحاولنا ان يكون واحد من الساده رئيسه واعضاء اللجنه موجود ويانا حتى نتحاور بهذا الموضوع، موضوع هواي امور تخص عمل لجنه الانضباط وخاصه موضوع التبليغ عبر التلفون بالقرارات. هذا الموضوع راح اكيد نتناقش به مستقبلا لاهميته، وبالتالي رفضوا يطلعون يقولوا لا خلينا بعيدين، احنا ما نقدر نطلع نواجه الاعلام ولا نقدر نواجه الجمهور في بهيج مواضيع، ونشوفهم غالبيتهم مع الاسف بوسائل التواصل الاجتماعي نلقاه طالع ويا غير قناه ويا غير برنامج، يمكن البرامج المهمه المؤثره يخافون منها ما يطلعون بها، ويحاول انه يستعرض عضلاته ببرامج يمكن مع احترامنا لها تكون متابعتها قليله. على كل ان عوده لهذا الموضوع، خلينا نشكر الجميع على التعب ويانا اليوم، توجه بالتهنئه ليوم زميلنا العزيز، هو من البارحه لكن والله نسيتك، الزميل العزيز المخرج وسيم، عيد ميلاده، كل عام وانت بخير ان شاء الله صحه وسلامه، ودائما اتمنى لكل العاملين بالشرقيه وبالشباب اللي عاملين ويانا بالبرنامج الصحه والسلامه، ونقول لك كل عام وانت بخير. اشوفكم باكر ان شاء الله، الى اللقاء.